هذا الاتفاق إذا كان يركز في شقه على جانب عسكري وأمني، ألا يتعارض هذا مع الحظر الأممي للسلاح على الأراضي الليبية؟ ألا يتعارض ذلك؟ بالطبع يتعارض مع الحظر الأممي ومع التوافق الدولي في هذا الإطار على عدم إمداد أطراف الصراع الليبي بالسلاح، ولكن ربما يحاول أن يشرعن التدخل التركي. تركيا دابت خلال الفترة الماضية على دعم الحركات الجهادية، على دعم الميليشيات المسلحة في أكثر من ساحة عربية، كان أبرزها بالطبع الساحة الليبية، والتي ربما تمهد فيها ودعمت التيارات الأكثر ارتباطا بها، ليس فقط على الإطار المصالح المشتركة ولكن في إطار التوافقات الأيديولوجية. في هذا الإطار تركيا تبنت عدد من التنظيمات الجهادية، هناك تقديرات دولية، ولا نتحدث هنا عن تقديرات عربية، عن أن تركيا ساهمت في نقل عدد من العناصر الخطرة والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش من ميادين الصراع في سوريا والعراق إلى ليبيا، وحاولت تأجيج هذا الصراع بناء على مصالح تركيا ودعم لتيارات ترتبط بتركيا أيديولوجيا. ومن ثم كان هدف تركيا من بالأساس هو دعم الجماعات المسلحة الموجودة في ليبيا. هذا الدعم اتخذ إطارا ربما غير معلنا في بداية الأمر، ولكن حينما بدأت معركة طرابلس في إبريل الماضي انتقلت تركيا من مربع السر إلى مربع العلن، وأصبحت تقدم دعما عسكريا علنيا إلى الميليشيات المسلحة أو حكومة الوفاق في ليبيا. ومن هنا في الحقيقة كان يعني تحولا في الصراع بأن تحولت تركيا من طرف غير مباشر في هذا الصراع، أو ما يطلق عليه طيب البعض صراع يعني سيد محمد، إلى صراع مباشر تخوضه تركيا بشكل مباشر. إذا كان هذا الاتفاق يتعارض مع هذا الحظر الأممي للسلاح في ليبيا، كيف يمكن فهم موقف الأمم المتحدة حيال هذا الاتفاق؟ وكان للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تصريحات قال فيها إنه لا يحق للأمم المتحدة التدخل في القرارات السيادية لأي دولة في حديثه ورده عن هذا الاتفاق الليبي التركي، كيف يمكن فهم هذا الموقف الأممي حيال هذا الاتفاق؟ يعني ربما سؤال حضرتك مهم ومحوري، وقد أجاب عنه الرئيس السيسي بالأمس حينما تحدث أن مساق الأمم المتحدة تقادم، وأن الأمم المتحدة لم تعد منظمة عصرية تأخذ في اعتبارها طبيعة التحولات التي تشهدها الصراعات الدولية والصراعات الإقليمية، وأصبحت أدوارها مهمشة. في هذا الإطار دعا إلى أن يكون هناك مبادرة جدية من عدد من القوى الدولية في هذا الإطار لإعادة تأهيل الأمم المتحدة لأن تلعب أدوارا أكثر جدية في إطار الصراعات التي تستغلها بعض القوى الإقليم، وأشار بذلك بوضوح إلى بعض القوى التي تدعم التيارات الجهادية وتتخذ من أراضي بعض الدول منطلقا لتهديد دول الجوار الجغرافي لها ودعم لتيارات جهادية هي بالأساس ترتبط مصالحها معه. ومن ثم موقف الأمم المتحدة في الصراع في ليبيا يشبه موقفها في الصراع سابقا في سوريا ومن قبلها في العراق وربما في مناطق أخرى. لعبت الأمم المتحدة ربما ليس أدوارا رئيسية لكن ربما أدوارا سلبية، لأنها يعني عملت على ما يمكن أن نسميه شراء الوقت، ولم تساهم في إطلاق مبادرات جدية لمواجهة الدول التي تدعم تيارات إرهابية تحاول أن تسيطر على السلطة، ومن ثم تحاول استغلال تركيا ذلك لمصلحتها. نعم. سواء من خلال اتفاقيات دولية تحاول أن تحقق مصالح تركيا، أو من خلال الترويج للسلاح التركي من خلال بيعه إلى حكومة الوفاق الوطني، أو من خلال دعم تيارات جهادية تستخدمها تركيا لخدمة مشروعها العثماني أو ما اسمه أردوغان الأرض الأجداد في ليبيا لتحقيق مصالح تركيا إن كانت هذه المصالح طيب سياسية. يعني إذا كان هذا هو الموقف الأممي سيد